وسهلا فيكم. اليوم بدي احكي عن مشكلة بتواجه ناس كتير ما يعني ما بدركوا اهميتها واهمية التمارين البسيطة اللي ممكن نعملها بس راح تغير عندهم كتير. المشكلة اللي هي الرسل والكوع، هدول المفاصل مرات كتير بيكونوا شادين. لما يشد هذا المفصل فكر انت انه بيعمل لك مشكلة في الساعد كامل، وبعمل مشكلة عند الأصابع وعند العضلات تبعت الإيد من جوا. فهلا عشان نفك الرسغ هذا، هاي المشكلة خلينا نحكي دارجة في ناس كتير بتحس فيها، خصوصا إنه كل التمارين بنعملها فيها اللي هي الجريب القبضة اليد، فهذه بتشد من هون كتير. هلا في مشكلة مش دارجة، بس هي مشكلة بتصير مرات بالكوع، إنه الكوع بعلق. فالتعليقة هاي راح أعطيكم تمرين كتير بسيط كتير سهل بنعمل، يعني في 30 ثانية بفكها. بنحاول إنه نبدأ فيه، يعني هو الواحد بحمي ممكن يبدأ فيه بس 15 عدات بتلاقي إنه إيدك فكت. فالتمرين الأول بدنا نعمله إنه بنتشبك الأصابع مع بعض وبنلف السواعد بهاي الحركة، بس بتلفهم لورا ولقدام، بعدين بتفتح إيديك لبرا ولجوا على الآخر. هلأ تمرين الكوع، بتحط إيدك على الكوع وبتفتح كوعك من تحت ومن فوق. بعرف التمرين مبين شوي غريب بس هو كتير سهل، يعني بس ركزوا. حاول انك يعني هلا انت بتحضر الفيديو انك تعمل التمرين الا اذا كنت سايق او سايقة. هذا بس بتفتح لبرا ولا جوا، وبعديها رح يخفف لك يعني اذا الكوع شوي معلق او مضايقك رح يفتح. طبعا ما احنا بنحكي اذا ما في مشكلة في المفصل نفسه، احنا بنحكي بس هيك تعليقة خفيفة. اذا عندك مشكلة كاملة بمفصل الكوع او بالمفاصل بشكل عام هذا اشي تاني. هلا عشان نرخي السواعد ونرخي عضلات نرخي السواعد ونرخي الرسغ، هاي التمارين اللي حنعملها للرسغ. اول شي بتحط بتقعد بالحركة هاي اللي بنعمل فيها بالعادة احنا كات كاو ستريتش، وبنقلب الايدين لتحت. قلبة الإيدين هاي مهمة. هلأ بس تقلب إيديك افتح إيدك على الآخر على الأرض. إذا كنت كتير بعيد عن رجليك رح تلاقي التمرين صعب، فما تبعد كتير أولها عن رجليك. حط إيديك ورجليك قرام على بعض، وشوي شوي رح نصير نبعد الإيدين عن الرجلين ونرجع لورا باتجاه عكسي. يعني أنت بتدفش الحوض لتحت ولورا كأنك بدك تقعد على رجليك، بس بدنا نخلي الايدين بدنا نخلي السواعد مستقيمين على الاخر. بعديها طبعا نعمل هذا التمرين لمدة 20-30 ثانية. هلا بعديها رح نقلب الايدين بالجهة المعاكسة، بتصير البايسبس عندك مواجهة لبرا. رح نفس الشيء نفتح اصابع الايدين، وزي ما مبين بالفيديو رح ترجع لورا كتفك وكأنك بدك تقعد على رجليك. اهم شيء ما تعمل التمرين بسرعة، لانه اذا واحد عنده السواعد ميبسين راح يضايقه التمرين اولها. فحاول انه التمرين تعمله يعني بالراحه بالراحه بالراحه. هلا بعديها راح نحط الايدين مع بعض بعكس بعض ونلف بحركه دائريه، بحيث انه نحط الضغط على يعني نوزع ضغط الجسم، نوزع الوزن اللي جاي من الجسم على جميع الاتجاهات. راح تطلع ايدك على الارض شوي صغيره عادي. بتعمل 5 مرات للجهة اليمين و5 مرات للجهة الشمال. هاي التمارين ما بدك تقضي فيها وقت كتير، يعني ما بدك تضيع عليها وقت كتير. ممكن نعملها بصورة سريعة بس بأول التمرين قبل ما نبدأ أي تمرين، لأنه يعني تمرين سهل وبسيط ما بلزمك تقضي عليه وقت كتير، إلا إذا عندك فعليا كتير وجع في اللي هي السواعد. إذا السواعد عندك كتير كتير شادة، وقتها قضى وقت أطول على التمرين وأعمل منه جولات أكثر.